القاعة السومرية الثانية. أي فيها هاي خزانة رقم واحد تحتوي على رقم طينية عليها كتابة بالخط المسماري. يرتقي تاريخها علما إلى 612 إلى 911 وتضمن رقم طيني نقش عليه كتابة بالخط المسماري ويتضمن عقد إيجار أرض ورقم طيني نقشت عليه كتابة بالخط المسماري يمثل رسالة بين شخصين مجموعة من الرقم الطيني تحمل نص بالخط المسماري اقتصادي وهناك رقم طيني باللغة البابلية ورقم طيني عليه كتابة بالخط المسماري يرجع إلى العهد البابلي. تعب هنا عندنا مجموعة من ممكن تبغى تعالوا يعني صورتي بكم سواء.